أهلا بكم. في درس اليوم سنتعلم بعض الكلمات التي تستخدم في الأخبار في الآونة الأخيرة، وأغلب هذه الكلمات مرتبطة بتلقيح كوفيد. أول كلمة هي جاب، جاب، تلقيح، حقنة، حقنة، جاب. The jabs حقنات. Some countries started administering the jabs on Saturday, saying they were not prepared to wait another day. بعض البلدان بدأت في إعطاء حقنات يوم السبت وقالوا بأنهم لم يكونوا مستعدين أو ليسوا مستعدين للانتظار يوما آخر. Saying they were not prepared. They were not prepared. ليسوا مستعدين. Prepared مستعد. To wait another day. لينتظروا يوما آخر. الكلمة الثانية هي related. relate تعني يتعلق بي، وفي هذه الجملة COVID related deaths يعني وفيات مرتبطة متعلقة بكوفيد. دائما نستخدم هذه الكلمة في باستخدام هذه الإشارة التي تسمى hyphen، هذه العارضة، لربطها بكلمة أخرى، مثلا war related deaths، sickness related deaths، مثلا marriage الزواج، marriage related problems، مشاكل مرتبطة بالزواج. EU، EU تعني الاتحاد الأوروبي، EU European Union. The EU has so far reported more than 335,000 COVID related deaths. أبلغ الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن أكثر من 335 ألف حالة وفاة مرتبطة بكوفيد. كلمة so far، so far تعني حتى الآن. So far. The EU has so far reported more than 335,000 COVID related deaths. في هذه الفقرة سنتعلم كلمتين مهمتين مرتبطتان بكوفيد. الأولى هي infected. infected مصاب بالعدوى. infected مريض، جاءت من infection العدوى. وكلمة الثانية هي lockdown الإغلاق. lockdown إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد. measures تعني الإجراءات. More than 14 million people have been infected and strict lockdown measures are currently in place in nearly all the member states. أكثر من 14 مليون شخص أصيب بالعدوى. Have been infected. وإجراءات إغلاق صارمة. Strict. صارمة. يتم تطبيقها حاليا في تقريبا في جل الدول الأعضاء. كلمة currently، currently حاليا يعني حاليا الآن. currently. أما كلمة in place فتستخدم عادة مع فعل to be، مثلا to be in place. فلنزيل currently التي هي مجرد adverb. are in place يعني the measures، measures الإجراءات. are in place يعني تطبق. in place يعني working، يعمل، جاهز للاستخدام. established يتم العمل به، هذا هو المقصود. فهذه الإجراءات مثبتة، جاهزة، عاملة حاليا، يتم تنفيذها حاليا. in nearly في nearly تقريبا، ليس كل الدول الأعضاء. not all the member states لكن تقريبا كلها. narrowly، narrowly تقريبا، وجاءت من كلمة near التي تعني قريب. near. I live near my school. أعيش قرب المدرسة. nearly تقريبا. nearly all the member states تقريبا كل الدول الأعضاء. سأعيد قراءة الفقرة. More than 14 million people have been infected
and strict lockdown measures are currently in place in nearly all the member states. هذه فقرة أخرى من الخبر اليوم وتحتوي على الكثير من الكلمات التي قد لا تعرفون معناها. Vaccine هي اللقاح، كلنا نعرف vaccine لقاح. Roll out هذه هي كلمة مهمة ويعرفها قاموس أوكسفورد لمتعلم اللغة الإنجليزية، Oxford Advanced American Learners Dictionary. Roll out an occasion when a company introduces or starts to use a new product. عندما تطلق أو تبدأ شركة منتجا جديدا، يعني طرح منتج جديد، فهذا هو معنى هذه الكلمة. The vaccine rollout طرح اللقاح لأول مرة. The vaccine rollout comes as cases of the more contagious variant of COVID-19 are confirmed in several European nations as well as Canada and Japan. أن يأتي طرح هذا اللقاح في الوقت الذي أكد فيه إصابة الكثير من الناس بالنوع الأكثر عدوى, the more contagious variant of COVID-19, يعني النوع الأكثر عدوا من COVID-19 في عدد من الدول الأوروبية وفي كندا واليابان كذلك. فكلمة contagious يعني معد. contagious variant النوع, نوع الفيروس. the more الأكثر, the more contagious variant النوع الأكثر عدوا. confirmed أكدت, يعني أكدت الحالات, حالة الإصابة بهذا الفيروس. The vaccine rollout comes as cases of the more contagious variant of COVID-19 are confirmed in several European nations as well as Canada and Japan. سنعيد مراجعة الكلمات التي تعلمناها في هذا الدرس. الكلمة الأولى هي jabs. jab التي تعني حقنة. jab. administering the jabs إعطاء الحقنات. الكلمة الثانية هي related, COVID related deaths, حالة الوفاة المرتبطة بكوفيد. so far حتى الآن. الكلمة الثالثة والرابعة infected, مصاب بالعدوى. infected و lockdown الإغلاق. strict lockdown measures إجراءات إغلاق صارمة. the vaccine rollout طرح أو بدء اللقاح vaccine. contagious variant نوع معد من الفيروس, يعني contagious معد. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.